برضو وحشتوني جدا. بشكر كل اللي متابعينا واللي حتى يعني بيشوفوا قناتنا من غير ما يشتركوا فيها. وبخص بالشكر حد عزيز عليا جدا اسمه عم جابر، الشهير بجابر الأبيض. تمام، النهارده ان شاء الله الحلقه هتبقى فلسفيه. اعذروني ان انا الفتره اللي فاتت في القناه ما كنتش بنزل فيديوهات شرح فيها بنفسي، كنت بنزل شرح للمدربين سنوين وفنون قتاليه لحد تاني غيري بيشرحها، لان انا كنت طول الفتره اللي فاتت كنت تعبان، لحد الان لسه تعبان. بس النهارده الحلقه الفلسفيه دي هتفيد ناس كتير قوي ازاي تختار الفن القتالي المناسب. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يجي واحد يقول لي هسال واحد صاحبي ايه اقوى فن قتالي، ازاي هتسال واحد صاحبك يا اقوى فن قتالي وانت مش عارف مهاراتك ايه؟ يعني انت مثلا مهاراتك بتقدر بتكسل تستخدم رجلك، او بمعنى صح ما بتعرفش تضرب رجل خالص. هيجي صاحبك يقول لك مثلا انا الفن القتالي المناسب ليا واقوى فن انا شايفه في نظري التايكوندو، هتسمع كلامه وتروح تقدم؟ هتقدم فيه ازاي وانت الفن اللي يناسبك هو الملاكمه اللي انت بتستعمل ايدك بس؟ اما تاني حاجه يجي واحد برضو تاني ضربات رجله قوية ومرنة وعنده لياقة عالية في الرجلين، يجي يسأل واحد صاحبه ايه اقوى فن يناسبني، يجي يقول له البوكس دي لعبة جامدة وليها ابطالها، هيبقى سامع كلامه داخل بس ساعتها يخش يتلطش، سوري في اللفظ يعني، واللي ساعتها هو بيستخدمش ايده اصلا، عنده مهارات في رجليه مبيستخدمهاش. فطبعا الفن القتالي اللي رشحهوله هو التايكوندو اكتره رجل، وده هيبقى مناسب ليه جدا. يجي واحد مثلا ايه مليان سنه تخين يعني شويه سوري، مثلا عايز يلعب ما بيكسل يضرب ضربات رجله وايد مثلا، بيحب الالتحام والطرحات والحاجات دي، هنا هنرشح له مثلا ايه شو الاي كيلو المصارع الروماني مثلا كده، يعني ده اللي هيناسبه. يجي مثلا واحد ايه ضربات ايده ورجليه كلها كويسه وعنده ليونه ودرونه وكله تمام، يعني هنا بقى هيجي يقول ايه اختار ايه فن قتالي وفيه اكتر من فن بيستخدم ايده ورجله وكل ليونه ودرونه، زي مثلا في كاراتيه في كونغ فو في كيك بوكس في حاجات ياما. هنا هنقول له على حسب درجه الخطوره اللي عايز تعرض نفسك ليها، لو انت عايز تلعب لعبه فيها اصابات وفيها خطوره وعايز يعني تجرب تشوف مهاراتك ايه، فطبعا الكيك بوكس هيبقى فيها ضربات قوه وضربات ركبه وضربات خطره يعني. اما لو عايز فن قتالي سلمي ما فيهوش اصابات جامده فهيبقى الكاراتيه ده الكونغ فو، اللي ده هيبقى فيه ايد ورجل وكل واحد وكل حاجه. بس هنا هنتوقف ثانيه برضه، ازاي هفرق ما بينهم؟ ايه الاقوى فيهم؟ برضه مش هينفع تقول ايه الاقوى، ايه اللي هيناسبك انت؟ لو انت عايز تتبع اسلوب تقليدي زي الكاتات التقليديه وتمشي على منهج كده وضربات كاتا وحاجات زي ما انتوا عارفين يعني، فطبعا هيبقى الكاراتيه. اما لو انت عايز تلعب اسلوب مش متقيد واسلوب حر فهيبقى كونغ فو، مع ان كونغ فو برضه ليه جانب تبع اساليب الكونغ فو التقليديه، بس اكتره يعني قتال ساندو وبطولات وحاجات كده ودافع عن نفسك ضد اي موقف وتكنيكات قتاليه، ويعني فن ليه فروع كتير. انا طبعا مش بقلل من قيمه اي فن اخر بس انا بقول رايي يعني. تمام، ويا ريت تكون الحلقه نالت اعجابكم ووصلت الفكره اللي انا عايز اوصلها للساده المشتركين وللساده المشاهدين كلهم، ويا رب بس تدعمونا باشتراك وسبسكرايب ولايك وشير لاصحابك الفيديو عشان نستفيد من الفيديو زيك. ولو ليك اي تعليق او اعتراض او اسلوب معين عايز ده ننزله في القناه يا ريت تحط لنا تعليق اسفل الفيديو.